أعزائي طلبة وطلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية. Our title today is Statistics, Mean, Median, and Mode. Learning the objectives of this lesson, the student should be able to deduce the statistics mean, median, mode, realize the importance of mathematics in his daily life. Solve من special exercise about statistics, mean, median, and mode. النهاردة أولاد هنتكلم عن جزء مهم جدا من أجزاء المنهج بتاعتنا وهي الستاتيستكس. عندي متقسمة ل 3 parts، تمام؟ يعني أنا لما أجي أشتغلها عندي the arithmetic mean, the median, the mode، تمام؟ هنتكلم أول حاجة عن المين، وهنقول إن المين هو عبارة عن summation of the value over number of this value. يعني أنا علشان أجيب المين لازم أكون عارفة الرول الخاصة بيه. طب الرول الخاصة بيه دي بتقول لي إيه؟ summation للفاليو divided the number of value. طيب تعالوا نشوف like what 6 5 6 7 and 2، تمام يا جماعة؟ طيب أنا عايز المين هيبقى عبارة عن summation of this value over the number of value. طيب السمشن لمين؟ للنمبرز اللي موجودة قدامي دي. يلا كده مع بعض 6 بلس، وخدوا بالكم الرول بلس ما بتتغيرش، 5 قابلني 6 تاني أكتبها ولا لا؟ بنكتبها طبعا لأن دي value ومحتفظة بنفسها، بلس 4 بلس 7 بلس 2. طب تعالوا نكاونت الفاليوز دي، أنا عندي 1 2 3 4 5 6، والرول بتاعتي بتقول لي ايه؟ summation of this value over number of this value. انا عملت summation وعرفت ان النمبرز بتاعهم 6، يبقى انا هقول this equals 30 over 6 equals 5. يبقى أنا عندي المين عبارة عن summation للفاليو 6 plus 5 plus 6 plus 4 plus 7 plus 2 this value all summation divided the number of values then 30 divided 6 equal 5. يبقى the mean of this value equals 5. كمان عندنا الميديان. الميديان without rule، بس الميديان له ستيب مهمة جدا، نقولها مع بعض كده يا ولاد. The first step arrange the value ascending or descending. يعني أول خطوة عندي إن أنا الـ value اللي جايالي هعمل لها arrange، سواء كان الـ arrange بتاعي ascending، ascending يعني منين لفين أولاد؟ smallest to greatest، or descending greatest to smallest. رتب الـ arrange اللي أنت عاوزه. بعد كده counting the value، عدي لي الفاليو دي كم نمبر. هي هتفرق في ايه يا مس؟ طبعا هتفرق. لو هي ايفن هيكون لها طريقة للحل، ولو هي اود هيكون لها طريقة للحل. يعني لو انا عملت للفاليو بتاعتي كاونتنج وطلعت نمبر 5، الفايف اود ولا ايفن؟ اود. طب انا عايز مين؟ انا عايز الميديان. الميديان دي عبارة عن ايه؟ The value which is in the middle exactly. الـ value اللي هتكون موجودة في الـ middle بالظبط. تمام. يبقى أنا عملت arrange. بعد ما عملت arrange عملت counting للـ value. الـ value طلعت لي number odd. يبقى الـ median بتاعي هو الـ value اللي موجودة في الـ middle exactly. في الـ middle بالظبط. تمام. طيب لو أنا الـ value بتاعتي عملت لها arrange ascending or descending، وبعد كده عملت ايه؟ كونت الفاليو بتاعتي فطلعت لي ايه؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان نمبر 8 ده ايفن. طب لو النمبر بتاعي ايفن انا عايز الميديان. الميديان هتكون ايه؟ summation of the two middle value over two. يعني انا هيكون عندي في النص two value، والمفروض ان انا عايز واحدة بس، الواحدة دي عشان تبقى هي الميديان. لا،
انت هيكون عندك تو فاليو، فتعمل لهم اديشن ديفايدد تو، وانا عندي الاديشن ثابته والديفايدد ثابته. طب تعالوا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. هنقول ان سي ان النمبرز ايكوال 6، ال 6 دي مالها يا شباب؟ ايفن. طب لو انا عندي ايفن، النمبر بتاعي هيكون موجود فين؟ هيكون موجود ان ذا ميدل. طيب ان ذا ميدل يعني هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن الفاليو دي بلس الفاليو دي. طب مين الفاليو دي اللي انا بتكلم عليها؟ انا عملت الرينج وعملت كاونتنج وكنسلت، فطلع عندي تو فاليو الاثنين جنب بعض، بعمل لهم بلس ديفايدد. مين يا اولاد؟ ديفايدد التو. بعد كده عندنا ذا مود. ذا داتا از موست كومون داتا. المود ده اولاد هو الحاجه اللي بيحصل لها ريبيتد. الحاجه اللي بيحصل لها ايه؟ ريبيتد. يعني مثلا لو انا قلت ان الولاد معايا excellent good excellent very good excellent good excellent 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 very good excellent excellent، مين اللي حصل له ريبيتد اكتر يا ولاد؟ مين؟ الاكسلنت. يبقى معنى كده ان المود بتاعي هو كلمه excellent. طب تعالوا نشوفها بالنمبر. انا عندي هنا مثلا 2 2 3 2 2 4، مين اللي حصل له ريبيتد يا اولاد؟ نمبر 2. يبقى المود للنمبرز دول هو مين؟ هو المود. يبقى المود ما فيش فيه اي اوبريشنز، ما فيش فيه اي ستيب، لكن المود فيه فكره واحده بس، ان انا يكون عندي تركيز في النمبر اللي بيحصل له الريبيتد. اكسرسايز نمبر 1، فايند ذا مين اوف ذيس فاليو 2 5 7 5 4 9 and 3. احنا اتفقنا ان الرول بتاعتنا في المين هي عبارة عن summation of this value over number of this value. يعني انا الرول بتاعتي هتبقى عبارة عن mean equals 2 plus 5 plus 7 plus 5 plus 4 plus 9 plus 3. عندي كام فاليو؟ 1 2 3 4 5 6 7. هكتب ال 7 فين يا ولاد؟ هنكتبها تحت في الدينومينيتور. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ادنج للفاليو اللي موجوده فوق. طيب الفاليو بتاعتي يلا نعمل لها بلس كده مع بعض يا شباب. 2 plus 5 plus 7 plus 5 plus 4 plus 9 plus 3 equals excellent equals 35 over what? Over 7. طيب 35 over 7 معناها 35 divided 7 equals excellent equals 5. يبقى the mean of the value 2 5 7 5 4 9 and 3 equals 5. ليه؟ لأن المين equals summation of the value over number of this value. Exercise number 2. Find the mean of this value 2 6 8 10 4 and 12. The same step. يلا ولاد هنعمل ايه كده؟ يلا قولوا لي انتوا كده احنا هنعمل ايه. والله يا مس احنا هنكتب المين equal وهنعمل addition للvalue اللي موجودة وهنعمل لها divided على مين؟ النمبر بتاعهم. يعني انا هعمل دلوقتي 2 plus 6 plus 10 plus 4 plus 12 equals، وهنشوف مع بعض. تمام يلا شباب m equals، يلا شباب ملوني النمبرز. excellent 2 plus 6 plus 8 plus 10 plus 4 plus 12. تعالوا نعدهم مع بعض كده يا اولاد. 1 2 3 4 5 6. احنا هنكتب تحت عندنا كام يا اولاد؟ هنكتب عندنا 6. طب هو اصلا النمبرز دي لما نعمل لها بلس كلها مع بعضها تطلع ب 42 divided 6 تبقى equal excellent equal 7.
يبقى the mean of the value 2, 6, 8, 10, 4 and 12 equals 7. عملت ايه يا اولاد؟ عملت adding للنمبرز اللي موجودة divided accounting بتاعهم divided العدد بتاعهم. exercise number 3 find the median of the value. احنا الميديان يا مس هيكون في شوية شغل. اول حاجة احنا هنعمل الرينج للنمبر، وانا عايزة احل معاكم السؤال ده بطريقتين. ازاي يا مس بطريقتين؟ ان انا هعمل الرينج للنمبر مرة ascending ومرة descending ونشوف what the difference between. يلا اولاد نعمل الرينج. excellent 17 after that 20 after that excellent 23 17 20 23 30 41. طب تعالي نعدهم نشوفهم even ولا odd. يبقى دي 1 2 3 4 5 5. يبقى معنى كده ان انا عندي فرصة ان انا اوصل للميديان مباشرة، لان مفيش عندي ستيب هعمل. هكنسل ال 17 اول رقم مع ال 42 اللي هي اخر رقم، وهكنسل ال 20 مع ال 30 اللي موجودة في اخر رقم. تمام. طيب مين اللي اتبقى لي واقف لوحده؟ 23. يبقى معنى كده ان الميديان الميديانز ايكوالز 23. انا اولاد اهو عملت الارينج. تمام. السندنج اور ديسندنج، كنسلت النمبر مع بعض، اتفضل لي وان نمبر موجود ان ذا ميدل، يبقى هو ده الميديان. طب يا مس انت عملتي الارينج بتاعك من الاسندنج، احنا بقى عاوزين نعمله ديسندنج عشان لو في فرق بينهم نعرفه. تعالوا نعمل الارينج بالعكس، هيبدا بالكبير خالص يبقى 42 30. يلا يا شباب 42 30. ايه كمان؟ 23 20 17. the same step 7 with 42 30 with 20. اللي انا عاملاه ده هنا كده مظبوط ولا في حاجه ناقصاني؟ يعني انا كتبت ال 42 تمام، كتبت ال 30 تمام، كتبت 23 تمام، بعد كده كتبت مين؟ كتبت مين؟ المفروض ان انا يبقى عندي هنا 20 تمام، بعد كده 17. تعالوا نعدهم 1 2 3 4 5. ايه اللي هيحصل؟ هنكنسل مع بعضه 42 مع 17 20 مع 30. طلع لنا الميديان بكام يا شباب؟ ب 23. يبقى سواء انت عملت الارينج بتاعك عملت الارينج بتاعك من الاسندنج او من الديسندنج مش هتفرق، لان هي هياها الطريقه وهو هو الميدل بتاعه. طب تعالي نشوف الاكسرسايز اللي بعده وناخد برضو بالنا ان هنا النمبر كانت عباره عن ايفن اور اود. لا ده كانت اود لانها 1 2 3 4 5 5 نمبر، يبقى هي عباره عن اود. طب تعالي نشوف اللي بعدها اكسرسايز نمبر 4. find the median of the values 27 13 23 24 13 21. يلا يا شباب هنشتغل الرول بتاعتنا بكل الخطوات بتاعتها. اول حاجه احنا مين اللي عندنا؟ عندنا الفاليوز دي عايزين نعمل لها الرينج. طب يلا هنكتب 13 افتر ذات. ثواني يا مس، ده احنا عندنا 13 تانيه، هل ناخد واحده بس ونكتفي بيها ولا هنعمل ايه؟ لا طبعا هندي لكل فاليو الفاليو بتاعتها. يعني هنا 13 مالها؟ بعدها على طول مين يا شباب؟ ال 13 حقها، يعني حقها ان انا اقول في الارينج كان حد الاول وحد الاول مقرر 13، وبعد كده نعيد نفس الرقم بالظبط يا مالها الذنب، يبقى ب 13. طيب بعد ال 13 هنحط كام؟ خلينا نكنسل اللي احنا خدناه كده اهو. تمام. هنبدا بقى نقول ايه؟ من اللي على الدور 21 23 27. طب تعالي نجرب نعدهم 1 2 3 4 5 6. يبقى هم ايفن ولا اود؟ لا هم ايفن. طيب يعني انا هكنسل ال 13 مع ال 27، وهكنسل ال 13 مع 22. هيتبقى لنا كام يا اولاد؟ هيتبقى لنا 23
و24. طيب هنعمل ما بينهم ايه؟ يا مس احنا عايزين نجيب الميديان equals من اللي متبقي لي 23 بلس 24. هنعمل لهم اد، نقول نعملهم ديفايدد ايه يا شباب؟ ديفايدد 2. يبقى انا عندي 23 بلس 21 equals number، النمبر ده ديفايدد 2، من اللي ثابت عندي ان انا التو نمبر بيبقوا بلس وهعملهم ديفايدد 2. يبقى الميديان equals 23 بلس 21 over 2 equals 22. يبقى the median of the value ل 27 13 23 24 13 21 لازم يكون عندي اول ستيب بالارينج، بعد كده اعرف هما اود ولا ايفن، بعد كده ابدا اكنسل، ولو طلعوا اود خلاص يبقى الميدل هو اللي موجود في السنتر، ولو طلعوا ايفن يبقى النمبرين اللي موجودين في السنتر هنعملهم بلس بعض ونعملهم ديفايدد. مين يا شباب؟ ديفايدد 2. يبقى فايند ذا ميديان اوف ذا فاليو، دي الستيب بتاعت ميديان للفاليو 27 13 23 24 13 21 equals 22. exercise number 5 find the median of the value the same step. يلا يا ولاد نعمل الارنج مع بعض. 13 19 23 26 28 49. يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا يا ولاد الفاليو اللي قدامي عايز اجيب منها الميديان، بدأت ارتبها 13 19 23 26 28 29 ولا 49. اكسلنت 49. طب يلا يا شباب هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ادنج للنمبر اللي جايه لنا دي ولا هنعمل ايه؟ لا يا مس، ده احنا الادنج لما بنعمله بنعمله في المين، لكن في الميديان هنبدا نعد النمبر ونشوفها ايفن اور اود ونشتغل. تمام مصحصحين معايا يا شباب؟ فين النمبرز بتاعتي؟ 1 2 3 4 5 6 6 على جنب اهو بعيدا عن حل السؤال. هي 6 دي نمبر ايفن ولا اود؟ لا يا مس 6 نمبر ايفن. يبقى نيجي نجرب نبدا نكنسل ال 13 مع ال 49، ال 19 مع ال 28. يبقى احنا اتبقى لنا مين؟ اتبقى لنا 26 و 23. 26 و 28 يا ولاد 3. هنعمل ايه؟ هنعمل لهم بلس 26 بلس 23. وانا لما كنسلت دول مع بعض راحوا، لما كنسلت دول مع بعض ايه اللي جرالهم يا شباب؟ راحوا. هيتبقى لي مين اللي موجود معايا؟ الميدل 26 بلس 23 ديفايدد 2. يبقى هيبقى عندنا ال 26 بلس ال 23، 6 بلس 3 equals 9 و 2 بلس 2 equals 4، يبقى 49 divided مين؟ ال 2 اللي هي ايه؟ الميديان. تمام يا شباب؟ تعالوا نشوف another exercise. Find the mode of the value. طب استنوا نفتكر مع بعض المود ده كان عبارة عن ايه؟ المود عبارة عن the most common data. The most common ايه؟ data. يعني هو بيديني شوية من الداتا، والنمبر اللي بيبقى حاصل له أكتر عدد مرات ريبيت بيبقى هو الرقم إيه أولاد؟ اللي بيمثل المود. طب تعالوا نشوف الإكسرسايز بتاعنا بيتكلم إزاي. Find the mode of the value. Okay. Find the mode of the value. 6, 2, 3, 11, 6, 8, and 6. تمام؟ طيب أنا هعمل إيه؟ هرك. نشوف كده مع بعض أولاد. 6. 2 3 11 6 8 6. من النمبر اللي حصل له ريبيتد يا اولاد؟ ال 6. يبقى معنى كده ان المود بتاعنا equals 6. equals ايه يا شباب؟ 6. يبقى find the mode of the value 6 2 3 11 6 8 and 6. النمبر اللي حصل له ريبيتد او common لكل النمبرز، يبقى the mode equals 6. the mode equal ايه يا شباب؟ 6. طيب exercise number 7. Find the mode of the value 6, 5, 6, 4, 7, 2, and 3, and 6. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي. النمبر اللي حصله repeated معايا يا ولاد هو مين؟ يلا نشوف. انا عندي 6, 5. يبقى ال 5 مش معانا. 6,
اف 6 معانا، 4 مش معانا، 7 2 مش معانا، مين اللي حصل له ريبيتد؟ ال 5 ما كررتش ولا مره، اوكي ال 4 ما كررتش ولا مره، ال 7 ما كررتش ولا مره، امال مين اللي بتتكرر كل مره؟ ال 6. يبقى المود equals excellent 6. find the mode of the value. عايزين نركز يا اولاد في السؤال ده كويس جدا. هو جايب لي الاكسرسايز بتاعه عباره عن تيبل، تمام؟ تيبل موجود في فوق نمبرز اللي هي الايج، وموجود تحت الفريكوانسي. طيب معناها ان انا لو بعد انتهاء الحصص بتاعتي في المدرسه اخدت مجموعه من الولاد من كل صف علشان نبدا نعمل ارتست، نبدا نعمل ميوزك، نبدا نعمل بلاينج، هيبقى عندي الايدج ديفرنت. يعني انا عندي مثلا 9، هيبقى عندي كام ستودنت؟ 9 2. كمان عندي 10، هيبقى عندي كام ستودنت؟ 10 3. 11، كام ستودنت عند ال 11؟ 4. 12، كام ستودنت 12 years old؟ 3. 13، عندي 1. يبقى انا لو جيت اقسمهم كده مجموعات هقول ان اللي العمر بتاعه 9 عندي 2 عمرهم 9، عندي 3 عمرهم 10، عندي 4 عمرهم 11. طب انا بص تحت في 2 و3 و4 و3 و1، مين النمبر الجريتست؟ 4. طب يبقى المود بتاع ال 4 ولا النمبر اللي فوق في التيبل؟ لا طبعا النمبر اللي فوق. انا كل اللي بقوله لك بفهمك ان لو انت كاتبه 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 هيبقى مين الاكتر في الريبيتد؟ 11. يبقى احنا المود بتاعنا بيكون هو الاوبزيت للنمبر الجريتست اللي موجود في الجدول. يعني انا بكتبه عادي اهو، ما فيش اي مشكله، بس انا لازم ابقى فاهم ان اكبر نمبر هنا تحت في الجدول اللي قصادها فوق هو هيكون مين؟ المود. هو هيكون مين يا شباب؟ المود. find the value of x 2 3 4 x 2 4 4 when the mode equals 4. فكروا لي فيها يا اولاد، قدامنا دقيقه كده مع بعض نفكر هو طالب مني ايه واعطيني معلومات ايه. هو بيقول لي find the value of. اول حاجة ان انا هبدأ السؤال العكس، هو كده قال لي خلاص ان المود بفور، يبقى اول معلومة عندي ان هو قال لي ان المود بكام اولاد؟ بفور. معنى ان المود بتاعي بفور ان انا ايه؟ ان انا عندي المود مش راح ابحث عنه. امال انا هبحث عن مين؟ ابص كده فوق في السؤال بيقول لي find the value of x. الاكس دي نمبر من النمبرز اللي موجودين في وسط الفاليو اللي جايين لي عشان اجيب منهم المود. طب هو المود كان ايه؟ كان كومون، كان ريبيتد. يبقى هو كان كومون وكان ريبيتد، يعني معنى كده ايه؟ ان الاكس دي هتكون نفس الرقم اللي جاي لنا وبيقول انا المود. المود بتاعنا بكام؟ اكسلنت. المود ايكوالز بيوتيفول ايكوالز وات؟ ايكوالز 6. نو ما في 6 في الاكسرسايز، ايكوالز 4. يبقى انا المود بتاعي ب 4 عشان انا عندي 2 3 4 2 4 4، مين اللي حصل له ريبيتد؟ ال 4. يبقى المود بتاعي بكام؟ ب 4. يبقى الفاليو بتاعت الاكس اللي موجوده في الفاليوز اللي قدامنا بكام؟ ب 4. ذا مين اوف ذا فاليو 5 7 اكس اند 9 از 6. find the value of x. السؤال بيقول لي المين للأرقام اللي هي 5 7 x 9 عبارة عن 6. يعني هو حلل السؤال وقال لي أنا مش عايز منك الميديان شكرا، ولا عايز منك المين، ولا عايز منك المود، ده أنا بديك المعلومة. أنا هنا بقول لك أهو إن المين بتاعك بكام؟ ب 6. يبقى أول حاجة نحطها في دماغنا يا أولاد إن المين equals 6. تمام. طيب انا عندي المين بتاعي ب 6. هي الرول بتاعت المين كانت بتقول ايه؟ summation of value over the number of value. يعني انا هقول 5 plus 7 plus x. استني يا مس، هو احنا الاكس الانون هنكتبها في وسط الفاليو اللي جايه لنا؟ ايوه طبعا، لان الاكس دي هي عباره عن نمبر،
النمبر ده له دوره عشان يوصلني للسكس بتاعت المين، فهو حافظ مكانه. يبقى انا عندي 5 بلس 7 بلس اكس بلس 9. حلو، عددهم كام اولاد؟ 1 2 3 4. يبقى انا هكتب هنا كام؟ 4. يلا نكمل، هنقول 9 ركزوا معايا بلس 7 بلس 5، ومش هنعمل اي حاجة في الاكس. يعني احنا هنا هنقول ان السكس اللي هي المين ايكوالز، حلو، 7 بلس 5 بلس 9، يلا ايكوال كام يا شباب؟ 7 بلس 5 12 بلس مين يا حبايب؟ بلس 9، هيديني مين؟ ايكوالز، اكسلنت، ايكوالز 21. 21 واسكت، لا، 21 بلس مين اللي انا سايبها اللي هي الانون بلس الاكس. اوفر كام يا شباب؟ اوفر الفور. طيب احنا عايزين مين؟ انا عندي هنا السكس ايكوال 21 بلس اكس اوفر فور. انا عايز الاكس اللي هي الفاليو الانون. الفاليو الانون ده هيطلع لنا بايه يا شباب؟ اكسلنت، هيكون ايكوال 3. طب انا اتاكد ان انا حلي صح ازاي؟ ان انا هحط الاكس دي في مكانها بس فوقها 3. 7 بلس 5 بلس 3 بلس 9 ديفايدد الفور هيدي لنا مين؟ هيدي لنا 3. خلاص، يبقى معنى كده لو انا حطيت الاكس هنا اهو بال 3 يبقى 21 بلس 3 ايكوالز اكسلنت 24. 24 ديفايدد الفور ايكوالز السكس. طب انا كان عندي مين اصلا صاحب السؤال الاول؟ عندي هنا هو السكس، لان السكس هي المين. يبقى فعلا انا السرير اللي جبتها مظبوطة، لان لما حطيتها مكان الاكس الانون ادوني 24 ديفايدد 4 ايكوال 6، وده نفس المين اللي جاي لي في الاكسرسايز. يبقى احنا النهاردة اولاد اتكلمنا عن ليسونز مهمة جدا اللي هي statistics، اتكلمنا عن المين، وقلنا ان المين summation of value over number of value، تمام؟ ولو في تكرار لنمبر معين بنكتبه عادي جدا يا شباب. بعد كده قلنا ان احنا عندنا الميديان. الميديان ده له ستيب معينة وثابتة. ايه الستيب بتاعت الميديان؟ arrange the value ascending or descending. بعد كده هعمل count للفاليو بتاعتي. لو الفاليو بتاعتي odd يبقى عبارة عن middle exactly. الميديان ده عبارة عن ايه؟ middle exactly. طيب بعد كده لو النمبر اوف فاليو ده طلع even يبقى الميديان بتاعي summation of two middle value over two، اقدر ساعتها اوصل للميديان. قلنا كمان يا ولاد عندنا المود، والمود ده هو الكومون داتا، هو النمبر اللي بيحصل له repeated like 2 2 3 2 2 4، يبقى هو النمبر اللي بيتكرر معايا، تمام؟ قلنا لما نيجي نحل الاكسرسايز لو انا اتكرر عندي نمبر بعملها عادي جدا في البلس، لايك في الاكسرسايز بتاعنا 5 and 5، تمام؟ بعملها في مكانها وبشتغل مع 2 نمبرز عادي جدا. قلنا كمان ان انا لما اجي اعمل الارينج بتاعي انا عندي هنا 13 13، مين اللي اتكرر يا اولاد؟ ال 13، زي بالظبط ما اكون انا طالع الاول على الكلاس بتاعي وليا زميل اسمه بعدي وطالع الاول بنفس الدرجة، بنبقى احنا الاثنين الاوائل، كل واحد محتفظ بالفاليو بتاعته. يبقى لو انا بعمل ارينج وعندي 2 نمبر ريبيتد احطهم ورا بعض. كمان قلنا ان احنا لما بنيجي نجيب المود بنركز ان يكون هو النمبر اللي حاصل له مور تايمز من الريبيتد، متكرر كتير، تمام يا شباب؟ كمان لما يكون عندي تيبل، التيبل بيكون موجود فوق المعلومة نفسها، سواء كان الايدج او ماركس او مانثس دايز، اي حاجة حصلت عندي تحتها بيكون الفريكوانسي. الفريكوانسي دي هي بتكون عدد المرات اللي اتكرر مين؟ النمبر اللي فوق. يبقى اما اجي اجيب المود ابص للنمبر اللي تحت واعرف عدد المرات اللي حصل فيها ريبيتد، ويبقى المود هو النمبر اللي فوق اللي حصل له الريبيتد. وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده. مع اطيب امنياتي بالتميز والتوفيق دكتور شيرين حسين الشعراوي، واطيب الامنيات بالتوفيق والتميز من الاداره العامه للمحتوى التعليمي بوزاره التربيه والتعليم المصريه. تحياتي.